اليوم أخذنا الندوة الصحفية هذه في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتسليط الضوء على بعض النقاط اللي قعدت غامضة للرأي العام، واللي فما أطراف أو ميليشيات قاعدة تتحرك على شبكة الإنترنت وتروج في مغالطات باش يعني تنقص من وحدة الصف الصحفي وتضرب وحدة الصف الصحفي. من أهم النقاط اللي تعرضنا اليوم هي مسألة دار الصباح. المهزلة خطيرة قاعدة تحصل اليوم في دار الصباح، يلزم الناس تفهم شنو قاعد يحصل في دار الصباح. هذه مؤسسة يعني تم مصادرة الجزء الكبير من رأس مالها ورجع للحكومة، يعني هي الآن ملك للحكومة، مش ملك للحكومة، ملك للدولة وملك للشعب التونسي. وإهدار الممتلكات متاع دار الصباح هو من إهدار للمال العام وإهدار لممتلكات الشعب التونسي. اللي صار في دار الصباح أنه الحكومة عينت مسؤول أمني سابق، ضابط شرطة، حطوه على رأس المؤسسة هذه، في خرق لكل معناها المواثيق وحتى المسار الثوري اللي تحبوا تسميوه انتوما. اللي صار انه السيده ذات تم تعيينه، تقابلنا مع الحكومه، رفضنا تعيين هذا، ابناء دار الصباح رفضوا تعيين هذا. في مرحله اولى تلقينا وعود من الحكومه انها باش تصير مراجعه نتاع التعيين هذايا، ولكن كالعاده معناها يصرحوا حاجه ثم يخرجوا يصرحوا بنقيضها ثم يحرضوا الناس، معناها اللي ضرب نقابة الصحفيين وضرب دار الصباح. تم وعدنا انه السيده ذي تعيين اداري باش يتلهى بتنظيم الامور الماديه مش باش يدخل في التحرير، لكن اللي صار البارح انه السيده ذي يمنع الصحفيين من يعني ادراج اللائحه المهنيه نتاعهم في الصفحه الثالثه من جريده الصباح، يغير الصفحه الاولى نتاع جريده الصباح اللي فيها اشاره لللائحه المهنيه هذه، يعطل طبع يعني 15,000 نسخة من جريدة الصباح تم طبعها ثم تم إهدارها وإهمالها. وبعد ما روحوا الصحفيين قرابة ماضي ساعة ونصف تاع الليل يعاود يطبع يعني آلاف النسخ الأخرى اللي قاعدة تتوزع. معناها اليوم في تونس لأول مرة ظهر لي في التاريخ فما زوز جرائد متاع صباح الطبعوا، واحدة تم إتلافها وإهدارها والأخرى قاعدة تتوزع بعد ما تم سحب منها صفحة كاملة فيها مطالب الزملاء في دار صباح، وباش عوضوها بصفحة كاملة إشهار. هاي الكوارث اللي قاعدة تصير اليوم، واللي للأسف معناها الحكومة قاعدة تقدم في خطاب مخاتل للجماهير وللرأي العام، بمعنى أنها تعين الفاسدين على رأس المؤسسات الإعلامية، تعين من كان يكتب قصائد مدح وشكر في بن علي وفي التجمع على أعرق المؤسسات الإعلام العمومي، ثم تخرج إلى أنصارها وإلى الرأي العام والمواطنين اللي مش فاهمين وتقول لهم راهي نقابة الصحفيين هي تتستر على الفاسدين. هذه قمة المغالطة وقمة المخاتلة اللي تؤدي تحريض الناس على الصحفيين، واللي نتج عليها اعتداءات على الزملاء الصحفيين، وين باش يخرجوا يغطيوا وتلقى الناس ماهيش فاهمة ويقول لك هذا إعلام خايب وهذوما صحفيين يكذبوا نتيجة للتحريض اللي حكينا عليه. النقطة الثانية الحملة الشعواء اللي شنتها صفحات مقربة لحركة النهضة على الفيسبوك، واللي تحدث على انسلاخات بالجملة من نقابة الصحفيين على خلفية دفاع النقابة على سامي الفهري. نحب نذكر هنا انه فما تعامل عقلاني يلزم يكون عند الناس، ينجموا يرجعوا للمصدر، فما الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين snjt.org يلقاو فيه البيان هذا، ما فيهوش دفاع على سامي الفهري، فيه دفاع على المؤسسة بانها مكسب للصحفيين ومكسب للمواطنين التونسيين. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اول من طالب بمحاكمة الفاسدين، وهذا باش تلقاوها في البيان، مطالب بمحاكمة الفاسدين ولكن لا لتسييس ملف الفساد، معناها الفاسد اللي يمشي تحت جناح النهضة يخرج ابيض ويخرج لباس، واللي فيه تهم تاع فساد ويرفض باش ينصاع بعد ما يضغطوا عليه ويهدوه بالهاتف يعني يحيلوه للقضاء. هذه عدالة انتقامية قاعدة تمارس فيها الحكومة هذه، بعيدة كل البعد عن العدالة الانتقالية وعن الخطابات اللي تروج فيها. النتيجة متاع البيان هذا قالوا انه فما انسلاخات عديدة، فماش انسلاخات عديدة، فما مجموعة متجاوز عددها 5 صحفيين هما قراب من التيار هذايا متاع الاسلام السياسي اللي يحكم في تونس، وعن المؤيدات لذلك، واغلبهم من مؤسسة قناة الجزيرة، واللي في كل مرة يعنوا انسلاخهم من نقابة الصحفيين يعني في فترة سابقة انسلخوا ويحبوا يأسوا نقابة جديدة معناها نتاع صحفيين. للأسف معناها أنهم ما نجموش باش يلموا أكثر من 15 أو 20 صحفي، فقعدوا كل مرة في عوض يحافظوا على وحدة الصف الصحفي، تحاولوا معناها ومنهم اللي كان يدافع مدافع شرس على الحريات، لكن للأسف تحاول اليوم يدافعوا على توجهات تضرب وحدة الصف الصحفي وتضرب حرية الإعلام وحق الشعب التونسي في الحصول على المعلومة الصحيحة. احنا كصحفيين ما عندناش فرق ما بين صحفي كهل وصحفي شاب، هذا نحب نوضحها، راهو الصحفيين كل في مركب واحد
واللي عنده غباء سياسي او مازال ما تطورش الوعي نتاعو، لانه فما اطراف من داخل الحكومه تحب تلعب على النقطه هذه وتحب تقسم الصحفيين بين صحفيين شبان وصحفيين معناها كهول او صحفيين قدم، راهو غلط، راهو ماشي في ثنيه غلطه، وراهو باش يدخل القطاع هذا في حيط. لذلك ندعو الجميع من صحفيين من ناشطين على الانترنت من مكونات المجتمع المدني باش يلتفوا حول قطاع الاعلام، مش مهمه الصحفيين بركه، راهي سلطه رابعه، والسلطه الرابعه اذا كان نجحت السلطه التنفيذيه باش تحطها تحت جناحها راهو قضينا على المكسب الوحيد اللي حققناه من ثورة 17 ديسمبر اللي هو حرية الصحافة. هذا المكسب الوحيد اللي حققناه، لا عندنا لا تنمية لا عدالة اجتماعية لا عقدين على البطالة لا حتى شيء، المكسب الوحيد هو حرية الصحافة. السلطة التنفيذية تحب تقضي عليها وتحب ترجعنا للمربع ما قبل 17 ديسمبر ما قبل 14 جو. اضرابنا اعلنا عليه نهار 11 سبتمبر وماشيين فيه،
ونحن مستعدين باش نساعدوا وباش نساعدوا باش يعرفوا اللي نحن رانا ماناش ساكتين. نحن ايام الماضي وايام بن علي ما سكتناش، سمسرونا وسكتونا، مقالاتنا ما زالت موجوده، مقالاتنا ما زالت موجوده. كانوا يبعثوا العشيه واحد من طاق مسؤول يجي يسمسر يقرا كلمه كلمه، وما زال موجود. مقالاتنا كانت تنحم لي باج وما سكتناش، ماناش باش نسكت باش يقولوا لنا وين سمعي بن علي. كنا نخدموا خدمتنا بكل مهنيه وبكل حرفيه، واليوم ماناش مستعدين باش نتراجعوا عليها. واليوم نقول اذا باش نوقفوا الناس الكل نوقفوا مع بعضنا، كيما قلت لك البارح في البوليسيه ناقص كان باش يجيب الجيش. والله حق هو صرف صرف، راهو باع يعني جريده وعمل موبيليزاسيون بالهليكوبتر وبالجيش باش على الاقل الناس تقرا، خاطر الناس اليوم في سوسه وفي رادس ما تطلعش الجرايد. علاش